السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الحرفيين، أعزائي المتابعين، أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو أو هذه الخدمة. كنت وجد فيديو شوية طويل باش ندير ليه المونتاج ساعة ما كتبش الفيديو، جا مظلم حتى وفر لينا مضطر الضو مع الإنارة ديال السرجم. على بال الفيديو كما كتشوفوا، خليكم معايا ما تمشيو لين، فاصل ونواصل. السلام عليكم مره اخرى. الدروج راه كانت حالتهم حاله، لكن قديت الحيط بلوندوي ورشيتهم بالدمعه. الوسط ديال القبص صبغته بالقهوي، والصندوق تاع القبص خدمته بخيال جاك يحمق. اللون القهوي مع اللون الجري كيوالموا بعضياتهم، ما تخافوش من تنسيق الالوان ديالهم، ديما لحطيتهم كيجيو مع بعضياتهم. اما البلافو تاع الدروج خليتهم بيضين باش يزيدوا الاناره في الدروج لانهم مظلمين. اما الحيط ديال الدروج راه صبغتهم بصبغه ديال الزيت، جاو بريو مزيان. عطيتهم واحد الكوج ديال الكاوتشو، ومن بعد عاده صبغتهم بصبغه ديال الزيت. في هذه المراحل راني خدمتو بديكور خيال جات كتحمق مع الاناره ديال الضو ولي سبوت والنيو، جات زوينه بزاف. الالوان كلها من اختيار الزبون، حتى واحد ما فرض عليه شي لون. الاذواق تختلف ولا تناقش، كل واحد والاختيار ديالو. غير الحريفي يزيد يبدع باش الخدمه تطلع زوينه والكليان يبقى على خاطره. فهاد المراحل اللون غري فونسي شويه ولكن زوين. اما البيوت الاخرين بغاو منظر يكونوا غري مفتوح. وانت داخل البيت كيبان لك اللون بحال مصبوغ بالموف، لكن راه غير النيو اللي عاطيها التاثير، لانه اللون ديالو موف. نطفي الضو يبان لكم اللون الحقيقي. الرمج راه جا زوين. اللي بغى يسول على شي حاجه راه النمر حطيتها. مرحبا بالجميع، ما تنساوش تابوناو عندي في الانستغرام، ابدو شولو، بارطاجيو الفيديو، ما تكونوش معجزين. ما نطولش عليكم، نخليكم تفرجوا فرجه ممتعه. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.